غاز مقابيل. يوم غد استضافة الرئيس الوزراء، هاي طلب من منه، من هو شخصيا؟ هو طلب، هو طلب. هو الرجل شنو راح يصير باش على اساس يعني هي من السبت يحضر، لكن الظروف هاي اللي صارت واللي بدات تسارع تدهور الامنيه كلش. هو اللي يستعرض الحاله، يستعرض الوضع الامني، يستعرض الوضع السياسي مطلوب من عندنا احنا ايضا. عندنا ايضا اصلا تساؤلات وصلناها الى بعد استضافتنا لقادة الجيش وزير الدفاع والاركان، ونتداول بخصوص دعم جيشنا، دعم جبهتنا الداخلية، توحيد خطابنا، التعامل مع هذا الملف بأي صيغة نتعامل وياه. احنا راح نكون جزء من عنده، ندعم معنوي، احنا جهد امكاننا ان نجنب بلدنا اي 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 اي, أي اذى. احنا متأذين اصلا، احنا وضعنا الاقتصادي يحتاج ترميم، احنا بدينا نهضة وبدينا استقرار سياسي وسائرين ان شاء الله نحو الافضل ان شاء الله. فنريد نعبر هاي الأزمة بأقل الخسائر وبقدر ما نستطيع أن نحافظ على أبناء بلدنا. الوضع متشنج والوضع كبير جدا، يعني العمل اللي صار في شمال شرق سوريا عمل كارثة، يعني حقيقة كارثة كارثة، يعني بده يصير كارثة، يعني جبهة النصرة. شو ممكن يصير باكر بالبرلمان، أو يطلب رئيس الوزراء ممكن يطلب منكم إرسال قوات مثلا؟ تتوقعون هيك شيء؟ لا مستحيل، يعني هو فقط عرض. إذا طلب إحنا إذا طلب لازم يعني تأخذ مداها اللازم، لأن هذا قرار سياسي مو بس قرار برلماني 100%. مداها اللازم بالرأي وزارة الدفاع، إمكانياتنا، وضعنا، المقابلها شنو، إحنا ندرب قدراتنا عيني.